اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكام ساعة اللي فاتوا بخبر مؤسف جدا، وهو مسرع أكتر من 100 شخص وإصابة أكتر من 150 آخرين في حريق هائل في إحدى قاعات الأفراح في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى العراقية. ومع انتشار الخبر الحزين ده بدأت الناس تدور على فيديو واضح للي حصل في القاعة وسبب الفاجعة المؤلمة دي اللي راح ضحيتها العشرات. ودلوقتي هنعرض لحضراتكم الفيديو الأوضح والكامل للحظة حدوث فاجعة حفل زفاف الحمدانية في قاعة الهيثم. وكانت أشارت المعلومات الأولية أن سبب الحريق اللي حصل في الفرح ده هو الألعاب النارية اللي تم استخدامها في الفرح، وللأسف أدت في النهاية الكارثة. ربنا يرحم المتوفيين ويشفي كل المصابين. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.